السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير، ونلتقيكم اليوم في المحاضرة الأخيرة من دورة الحملات المجتمعية لدعم القضايا الحقوقية. كما نرحب بالدكتورة أروى سامح محمد أحمد، فلتتفضلي دكتورة. السلام عليكم. شكرا لمنصة أكاديمية الرواد على كل دعمها وعملها الدؤوب الحقيقة لإنجاح مثل هذه الدورات. النهاردة هو ختام دورة الحملات المجتمعية لدعم القضايا الحقوقية، وبنختم ببعض الملاحظات البسيطة اللي طبعا هنمر عليها فيما يخص الجلسات الماضية. إنما النهاردة هنتكلم أكتر عن علاقة الحملات المجتمعية وتسويقها بالعلاقات العامة والصورة الذهنية للمؤسسات والمنظمات والأسس التنموية التي تقوم عليها العلاقات العامة. لا سيما او لا شك ان احنا بنتكلم عن ان العلاقات العامه وبناء الصوره الذهنيه هي اساس حملات كسب التأييد والمناصره، هي اساس التسويق، وهي اساس ايضا عمليات جذب التمويل وتدبير التمويل وتنميه الموارد الماليه وحشد الموارد لتنفيذ مثل تلك الحملات، سواء كانت المبادرات المجتمعيه الإنسانية أو المبادرات الحقوقية أو الحملات التوعوية وبناء وتشكيل وعي المجتمع المحلي أو أفراد المجتمع المحلي. ولذلك إحنا بنتكلم إن النهاردة ما هي العلاقات العامة وما هي أهميتها ودورها في بناء الصورة الذهنية، وهل الصورة الذهنية بتفضل ثابتة ولا ممكن تتغير، وأصلاً ما هي الصورة الذهنية أو الإيمج اللي إحنا بنتكلم عنها بشكل عام وأهميتها وعراقيلها ومشاكلها والتحديات اللي إحنا بنواجهها أثناء بناء أو تغيير أو تحسين الصورة الذهنية لي. مبدئياً العلاقات العامة والصورة الذهنية هي أنا مش عارفة هي ظاهرة عند حضراتكم كده يعني. لا دكتورة، راحت الصورة سبحان الله. نعم، ودكتورة لو يكون الصورة هي أفقية يكون الصور أفضل، ما في صورة أبدا. هي الصورة تمام، واضحة هلا ولا طلعت مش الصورة، هلا واضحة؟ ظهرت الصورة. هو لا حاليا الصورة واضحة، بس لو تكون أفقية أحسن من عمودية. الصورة واضحة حاليا. لا، هو ده البرزنتيشن، هي واضحة الصورة يعني؟ أنا مدياني أسود مش عارفة ليه. إيه تمام دكتورة، واضحة واضحة الصورة. واضحة الصورة، نعم. طيب لحظات، لان هي مدياني اسود مش عارفه ليه. دكتور بس الصوت عندك عم بيقطع الصوت. لا وانا كده في مكاني يعني ما تحركت، مش عارفه هي ليه مدياني سواد بس. تمام، انا ممكن برسل لحضرتك ال البرزنتيشن وتشيره من عندك. استاذ حمدو، هو بس ممكن حد يجاوبني؟ طيب هل الصورة الحالية هي صورة أبيض وأسود ولا صورة ملونة، يعني صورة واضحة ولا صورة فيها مشكلة؟ تمام دكتورة، تمام، توكل يا الله. طيب أنا أرسلت لحضرتك أستاذ حمدو على الواتساب البرزنتيشن، شيره الأفضل من عند حضرتك يعني. ايه تمام دكتورة، تمام.
دكتورة تفضلي بس لما ما نتحمل ال تمام. بإمكانك تتابعي المحاضرة، تفضلي. تمام. إذا لو احنا بنتكلم على العلاقات العامة ومفاهيمها ودورها في بناء الصورة الذهنية، ومن ثم المساعدة في دعم الحملات المجتمعية وتقويتها واستدامتها داخل المجتمع المستهدف، فاحنا هنا بنتكلم على ما هو واقع وعلاقة العلاقات العامة بالصورة الذهنية في القطاع الغير ربحي أو المجتمعي أو التطوعي أو الخيري أو الإنساني أو الحقوقي، هو كل ما يخص الغير ربحي يعني. خلينا نتكلم عن أبرز التعريفات الخاصة بالعلاقات العامة، وهي بعض التعريفات اللي بيتكلم فيها عن إنه فن التأثير على الآخرين لسلوك الطريق نفسه الذي تتبعه تلك الحملات أو المبادرات أو المؤسسات أو القطاعات، بمعنى إن قدرتي أنا على التأثير في مجتمع معين أو في مع أشخاص معينين أو كسبهم إن هم يكونوا بيستهدفوا نفس هدفي أو بيساعدوني من الآخر كده إن أنا أحقق هدف، وليكن مثلا العلاقات بين المؤسسات أو المجتمعات بالوزارة. لو أنا عندي علاقة جيدة بوزارة ما، فأنا هعرف أطلب منها ما يخصني أو بمعنى أصح ما يحقق أهدافي، وهي هتلبهولي، لأن العلاقات العامة حاليا مهمة. أنا أقدر إن أنا كمان أحصل على عمل من خلال علاقاتي، أقدر إن أنا أحصل على فرص تدريبية من خلال علاقاتي، أقدر إني لو عندي مشكلة في مجتمع ما أحلها أو أعمل لها عملية تدخل تنموي سريع أو تدخل حقوقي سريع من خلال العلاقات. ولذلك دايما لما بنيجي نتكلم فيما يخص القضايا مثلا النسوية، لو سيدة مهدر حقها في مجتمع ما، لو ليها علاقات ببعض الأشخاص اللي هم ذوي السلطة أو ذوي صناع القرار، فهي بتقدر تحصل على حقها في وقت أسرع من سيدة أخرى أو من شخصية أخرى ما عندهاش العلاقات. وده بيترجم في الحملات المجتمعية برضو، إني لو أنا عندي حملة مجتمعية خاصة بحقوق إنسان، خاصة بتعليم، خاصة بمرأة، خاصة بحق المرأة بالميراث، خاصة ببناء مدرسة، خاصة بتوعية صحية بشكل ما، فهي الإجراءات اللوجستية أو الإجراءات الفنية أو الإجراءات القانونية لتنفيذ تلك الحملات لو هي بدون علاقات عامة هتاخد وقت أطول. ولذلك احنا بنستثمر علاقاتنا العامة في تسهيل عملية اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الأنشطة والمبادرات والحملات التوعوية. ده كان أحد التعريفات. كمان هناك تعريف من المعهد البريطاني للعلاقات العامة، وهي الجهود المقصودة والمخططة والمستمرة لإقامة العلاقات المتبادلة المستمرة بين أي منظمة وجماهيرها، بمعنى إن ده جهد منظم مقصود مستهدف مجموعة من الناس أو مجموعة من الجماهير أو مجموعة من الأشخاص بهدف إقامة علاقات متبادلة. والعلاقات المتبادلة هنا قائمة على صناعة مساحة مشتركة من المصالح المشتركة. يعني لابد من يكون أنا العلاقات العامة مبدأ الأخذ والعطاء، يعني أو تبادل المصالح، وده مش مبدأ يعني غير شرعي أو غير قانوني، بالعكس هو وارد جدا إني أنا بقيم علاقة قوية جدا مع مسؤول ما، وفي نفس الوقت بوجه المسؤول ده بصالح تنفيذ نشاط معين، فالنشاط ده بيعود بالخير على المجتمع وبيعود للخير وبيعود لسابقة أعمال نفس المسؤول ده. فإذا أنا خدمت المسؤول إنه هو نفذ نشاط
مجتمعي غير مسبوق، وخدمت المجتمع بأنه استفاد من هذا النشاط. قاموس ويبستر برضو عرف العلاقات العامة على أن هي مجموعة من النشاطات التي تقوم بها هيئة أو اتحاد أو حكومة أو أي تنظيم في البناء الاجتماعي، فرقة مثلا، مجموعة، فريق تطوعي، من أجل خلق علاقات جيدة. هو الهدف ان احنا يبقى فيه بينا كوميونيكيشن، تواصل، هو ده هدف العلاقات العامة، بناء التواصل وبناء جسور العلاقات الطويل الأمد. الجمعية الدولية للعلاقات العامة برضو عرفت العلاقات العامة بأن هي وظيفة الإدارة المستمرة والمخططة التي تسعى لها المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تأييد وتعاطف الجماهير، وهي تسعى لاستمراره من خلال قياس اتجاهات الرأي العام لضمان توافقه قدر الإمكان مع سياساتها وأنشطتها وتحقيق المزيد من التعاون الخلاق والأداء الفعال للمصالح المشتركة. ده زي ما اتكلمنا قبل كده باستخدام الإعلان الشامل والمخطط، يعني هو بيبقى فيه مجموعة من الإجراءات، منها الإعلان، منها توضيط العلاقات، منها التعريف الأورينتيشن، حملات التعريفية، منها التواصل زي ما اتكلمنا مع أصحاب القرار وصناع القرار والعاملين بالمجتمع المحلي وهكذا. طيب خلينا، بما ان البرزنتيشن ما يعني مش ظاهر، هو مش عارفه استاذ حمد وحضرتك مش عارف تعمل يعني شير البرزنتيشن ولا ايه؟ دكتورة هلا رح تتحمل الملف. تمام، خلينا، ايوه ممكن حضرتك تنزل برضو تاني، احنا خلصنا السلايد دي. طيب خلينا نقف هنا عند اهمية لحظات، بس لا اللي قبليها، اهمية العلاقات العامة. من ناحية توطيد العلاقات يعني ترسيم الحملات المجتمعية وتقنينها وإظهارها بصورة إيجابية أكثر، يعني ممكن أخذ آراء حضراتكم في جزء أهمية العلاقات العامة، يكون في تف أكتر. يا أخوي الله يكرمكم، المجال الصوتي مفتوح للجميع، اللي بيحب يتفضل بس يعرف عن نفسه ويجاوب على سؤال الدكتورة أروى. أهمية العلاقات العامة. طيب يعني خلينا عشان الوقت ما يسرقناش، يعني تمام نتكلم عن دكتورة، تمام. إن أول أهمية، نعم ما في شيء دكتورة، توكلي على الله. تمام، أهمية العلاقات العامة خاصة لدعم الحملات المجتمعية، سواء كانت مبادرات أو حملات كسب تأييد أو حملات توعوية، الازدياد الكبير في قوة ونفوذ الرأي العام. طول ما أنا عندي القدرة على إقامة علاقات عامة وتوسيع العلاقات العامة والتسويق بشكل جيد، هو المفروض إن هنا ببتدي يعني أكسب الرأي العام، أو ببتدي يكون ليا قدرة على التأثير وتوجيه الرأي العام لصالحي ولصالح قضايايا ولصالح مجتمعي. يعني وليكن احنا نتكلم أكتر على القضية الفلسطينية، هي القضية الفلسطينية أصبحت قضية رأي عام دولي بسبب
مش بس التعاطف ومش فقط الانتهاكات، ولكن كمان يعني توصيل الصورة من ذوي النفوذ. كل الدول أغلبها بتتكلم عن قضية فلسطين وحقوق الفلسطينيين في أرضهم. يمكن كان بيحصل قبل كده انتهاكات للفلسطينيين وما كانش المجتمع الدولي بيتحرك بالشكل اللي بيتحرك بيه حاليا، حتى وإن كان إلى الآن يعني إسرائيل لم تتوقف، ولكن اهتزت صورتها بشكل كبير جدا أمام المجتمع الدولي. ويكفي إن هي خسرت تعاطف يعني الدول اللي كانت صديقة ليها أو اللي كانت تقول إن هي حليفتها يعني. طيب، ده أول أهمية للعلاقات العامة. تاني أهمية هو توسع حجم المؤسسات وازدياد التنافس فيما بينها. طبعا يعني العلاقات العامة بتخلي كل مؤسسة أو كل حملة أو كل مبادرة تتنافس مع الأخرى من خلال علاقاتها وقوتها في الأرض وتواصلها مع الجماهير والمسؤولين وصناع القرار والقيادات الطبيعية والفئات المستهدفة. كل ما أنا كنت قادر على إقامة علاقات مع جميع الأطراف، كل ما أنا هيكون حجم المنافسة بتاعي يعني مؤثر أكتر من غيري. ظهور نقابات واتحادات العمال التي أصبحت المتحدث الرسمي باسم العمال وامتلاكها القوة ونفوذ. يعني العلاقات العامة خلتنا يكون في عندنا اتحادات عمال ونقابات ورابطات تخصصية قائمة على يعني المطالبة بالحقوق وهكذا. التحول الذي حدث في المجتمعات من اعتماد اقتصادها على الزراعة ثم على الصناعة ومصاحبه من تغييرات من تكنولوجيا، من تغير تحول رقمي، تغير مناخي، كل هذه المصطلحات والمسميات ظهرت بناء على توسيع العلاقات العامة وتوسيع شبكة الاتصالات والقدرة على التواصل مع الغير. هو ده اللي خلانا نكون النهاردة عندنا مبادرات خاصة بمكافحة التغير المناخي، عندنا صناعات صغيرة، عندنا صناعات كبرى، عندنا تكنولوجيا وهكذا. تطور وسائل الإعلام والنشر نتيجة التقدم الفكري والتقني أو التكنولوجي. العلاقات العامة برضو مهمة دلوقتي، من أن أنا بستخدم الوسائل المختلفة للإعلام عشان أقدر أوصل يعني رسالتي أو مفاهيم الحملة المجتمعية بتاعتي أو المبادرة أو القضية اللي متبنيها. طيب، خلينا نتكلم عن التحديات اللي بتقابل عملية إقامة العلاقات العامة. أول جزء من التحديات، وهو للأسف هو الجزء الأكبر، للأسف هو أول شيء بيواجه الشخص اللي بيبقى عايز يشتغل في مجال العلاقات العامة أو المسؤول عن العلاقات العامة في الحملة. لو إحنا بنتكلم على إن الحملة المجتمعية أو المبادرة فيها لجان، فلجنة العلاقات العامة بتواجه أول حاجة الإجراءات القانونية أو القانون، وإني لازم ألتزم بإجراءات قانونية محددة. لو أنا حملة مجتمعية فأنا عندي لازم أكون مسجل مثلا بوزارة ما، أو لازم أكون تحت مظلة قانونية معينة عشان أقدر أصدر الخطابات. تاني شيء القدرة على صياغة الخطاب الموجه وتحديد الفئة المستهدفة الموجه ليها الخطاب. وليكن أنا عندي النهاردة يعني حملة كسب تأييد أو ندوة تفاعلية أو صالون ثقافي، فدور العلاقات العامة إن هي توجه خطابات دعوة أو خطابات لتنفيذ أو لإقامة هذا الحدث. أول نوع من الخطابات هو خطاب حجز مكان الفاعلية. تاني نوع من الخطابات هو خطاب موجه للمحاضرين أو السبيكرز أو المدربين أو أساتذة النقاش المسؤول عن الجلسة أو الميسرين. ثالث نوع من الخطاب وهو موجه للجمهور، الجمهور المستفيد أو المدعو أو اللي هيحضر هذه الفاعلية. ولذلك فأنا الثلاث أنواع من الخطابات لازم أكون كعلاقات عامة. أولاً
عندي القدرة على صياغة مثل هذه الخطابات، وعارف أنا بصيغها إزاي وبصيغها إمتى، وبيتم توجيهها في أي وقت قبل الفاعلية. يعني لو أنا بتكلم على حجز قاعة أو يعني تحديد مكان الفاعلية، فالمفترض أني قبل الفاعلية بمثلا شهر أكون محدد المكان، المدعوين يكون بفترة كافية، عملية دعوة الفئة المستهدفة مش عملية سهلة، ولازم يكون الخطاب بلغة سلسة وبلغة مناسبة للفئة المستهدفة، وليكن فئة السيدات، وخصوصا لو سيدات مثلا غير متعلمات، فأكيد مش هتكلم في الخطاب أو صيغة الخطاب مش هتكون صيغة علمية قوي أو صيغة باللغة العربية الفصحى، ولكن هتكون صيغة مبسطة وكلمات قليلة فقط توصف الفاعلية وتدعوهم لحضور الفاعلية. إنما لو مؤتمر أو لقاء علمي أو ندوة علمية أو ندوة قانونية، فأكيد هيكون الخطاب بصيغة قانونية وبشكل مفصل أكتر، علشان المدعوين أو عشان يعرف المدعوين مدى أهمية حضورهم لهذه الفاعلية. كذلك لو أنا بوجه الخطاب للمحاضرين، فالمفترض أن صيغة خطاب المحاضرين تكون صيغة يعني بروفيشنال أو احترافية، بدون خطأ كتابي، بدون خطأ في التاريخ، يتم مراجعته بشكل صحيح ودقيق. اسم المحاضر الموجه ليه الدعوة لابد أن يكون مكتوب بشكل احترافي وبلقبه، يعني أستاذ يتقال له أستاذ، دكتور يذكر إن هو دكتور طبعا، يعني لواء شرطة، وزير، محافظ، يعني لازم يكون بيسبق اسمه اللقب بتاعه أو يعني رتبته في الجزء ده. طيب يبقى احنا اتكلمنا كده عن أول شيء أو أول التحدي بيكون لمسؤول العلاقات العامة أو لمن يريد أن يقوم بمهمة العلاقات العامة أو قسم العلاقات العامة أو لجنة العلاقات العامة بالحملات المجتمعية والمبادرات، هي الإجراءات القانونية أو الخطابات. تاني شق أو تاني تحدي في العلاقات العامة هو الجزء الخاص ب ما أثناء الفعالية وكيفية اكتساب ثقة المدعوين والمحاضرين لاستدامتهم أو استمراريتهم في الفعاليات الأخرى بعد انتهاء تلك الفعالية. وهنا احنا بنتكلم على أهمية التوثيق وأهمية التواصل الجيد وأهمية التنظيم، وده كلها أدوار أو مهام أو وظائف العلاقات العامة، تنظيم وتواصل وتنسيق وقيادة اللقاء وترتيب الحضور وترتيب الجلسات ومراعاة يعني الرتب أو مراعاة كبار المسؤولين أو الفي أي بي ورجال الأعمال مثلا أو الممولين للمنحة أو الممولين للمشروع، للمبادرة، للحملة. لازم يكون ليهم أماكن مخصصة داخل يعني مكان الفاعلية. ولذلك دي كلها تحديات مفترض إن هي يتم تخطيها من خلال الجزء الخاص بالخبرة والممارسة. ولذلك احنا دايما بنتكلم في إن في البداية لو عاملين حملة مجتمعية أو منفذين لحملة مجتمعية أو مبادرة مجتمعية، تكون نموذج صغير يقدم للمجتمع على فئة مستهدفة قليلة بإمكانيات قليلة، عشان يعني يتم التجربة فيها ويتم تقييمها، فنعرف إيه السلبيات والإيجابيات ونتخطاها، وفي نفس الوقت نكتسب خبرة العمل
أو نكتسب خبرة التواصل والتعاون مع الجمهور ومع المجتمع ومع المسؤولين ومع المؤسسات المختلفة وهكذا. وده بيبقى طبعا العبء الأكبر على العلاقات العامة أو على المسؤول عن ملف العلاقات العامة. أحد التحديات الأخرى وهي الظروف الطبيعية، أو زي ما بيقولوا كده لا قدر الله المشاكل الكوارث. عندي فعالية النهاردة، أو عندي مثلا حملة ميدانية لكسب التأييد وحصل أمطار، أو بعض الفريق مجاش يعني لم يأتي، زي مثلا احنا عندنا عدد من المتطوعين اللي هينفذ الحملة دي 10 متطوعين، ولكن اللي توفروا 5 متطوعين فقط. دي مشكلة يعني بتحصل في أماكن كتير جدا، وهنا بيأتي دور العلاقات العامة في إنه بيتدارك المشكلة وبيحاول يحلها من خلال أو من منظور الخبرة. أول حاجة إنك ما تتوترش، لأن اللي حصل حصل. يعني الفكرة كلها عدد المتطوعين قل من 10 لـ5، هو خلاص حصل، يعني مش هتقدر تغيره، هتتعامل مع الواقع. مثلا كان في مشكلة في الجو أو الطقس، كنا متخيلين إن الجو يعني معتدل، في أمطار وفي مشكلة مش عارفين هنشتغل فيها إزاي، ومثلا مطالبين بان احنا نحقق تارجت النهارده. فدي برضو هتتعامل معاها وفقا لمجريات الامور. والحنكه او الفراسه والذكاء بيظهر هنا في المواقف الصعبه، اني مثلا اتواصل مع الممول واتكلم معاه بطريقه ما، اني اقنعه اننا اجلنا يعني الايفنت او الفعاليه اليوم ليوم آخر عشان الظروف الجوية، أو إني أتواصل مع مجموعة متطوعين بدلاء أكون محضرهم فيما سبق علشان ييجوا، أو إني أقنع المتطوعين الموجودين حاليا بإن هم يقوموا بمهمتهم ومهمات الأشخاص المتغيبين، نظير إن أنا أو بمقابل إني أوفر لهم مثلا شهادات أخرى، أو أوفر لهم تكريم بشكل مختلف، أو إني أساعدهم في إن هم ياخدوا دورة كانوا محتاجينها في مجال عملهم وهكذا. فده شيء بيبقى مهم إن أنا أبتدي أشتغل على إزاي أواجه التحديات. من ضمن خطوات بناء العلاقات العامة أو العلاقات الاجتماعية بيني وبين فريق العمل، بيني وبين الأشخاص المستهدفين، بيني وبين المسؤولين، إني أكون واضح وصريح ومحدد الهدف، وعندي القدرة على التواصل بشكل جيد وبلغة مناسبة تناسبهم وتناسب ظروفهم وتناسب عقلياتهم بدون إظهار أي سلبيات. يعني ما ينفعش مثلا أتكلم عن مع حد حكومي وليكن مثلا إن أنا عندي يعني مبادرة ليها علاقة أو لازم أعمل تعاون مع شق حكومي وأتكلم عن سلبيات الحكومة. أكيد حتى لو هتكلم عنها فمش هيبقى بشكل فج أو بشكل يعني أجريسيف أو بشكل عنيف، لأن في الأول وفي الآخر هو شخص حكومي، فأنا رايحة بيته، أكيد مش هشتمه في بيته، أو مش هعترض عليه في بيته، أو مش هنتقده نقد قاسي أو لاذع في مكان عمله وهكذا. فهنا بتلتزم إن يكون لبق، أكون عندي لغة إقناع، أكون عندي القدرة على التفاوض، أقدر أكون واضح في هدفي، أقدر أتكلم بلغة مناسبة مع الأشخاص اللي حواليا، أقدر إني أقنع اللي قدامي بفكرتي، تكون الفكرة جذابة وأتراكتيف، أكون ملم بكل جوانب المبادرة أو كل جوانب الحملة أو النشاط اللي أنا بتكلم عنه، لأن ما ينفعش حد يسألني في
شيء خاص بالمبادرة وأقول له مش عارف، يعني هيبقى ده صعب شوية. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا مفترض نشتغل عليها كعلاقات عامة. مهم جدا إني أعرف كمان إن العلاقات العامة في أي مبادرة أو في أي حملة هي لجنة أساسية وفريق، يعني وجزء أساسي من فريق المبادرة. لو أنا بس عندي مثلا الفريق القائم على تنفيذ المبادرة 10، فلازم يكون في منهم على الأقل 2 مسؤولي علاقات عامة بروفيشنال أو قادرين على التواصل بشكل جيد وعندهم خبرة في مجال العلاقات العامة والإداريات والفنيات والمخاطبات والتواصل مع المسؤولين وإلقاء الكلمات وهكذا. طيب بعديها من خلال العلاقات العامة بقى ببتدي أبني الصورة الذهنية للمبادرة بتاعتي أو للحملة المجتمعية بتاعتي، أو لو أنا منظمة ببني الصورة الذهنية للمنظمة الخاصة بي. ومن كلماتها أو من خلال كلمة الصورة الذهنية هو الانطباع، أو بمعنى أدق هو الشكل العام ليا أو السمعة. هل المكان ده كويس، وحش، قادر على يعني العطاء، عنده شباب كتير بيقدر ينفذ أنشطة على أرض الواقع، لا ده متوغل مثلا في كل ربوع الدولة والمجتمع ولا لا. فده من ضمن الحاجات اللي بتتقال على الصورة الذهنية. طيب أول حاجة في الصورة الذهنية أو أول خاصية من خصائص الصورة الذهنية وهو الحجم، حجم الصورة الذهنية. في حجم زي ما احنا بنتكلم كده، في صورة منكمشة أو في صورة ممددة. يعني القدرة على إن الصورة بتاعتي تكون صغيرة وقليلة في عين المجتمع، أو إن هي تكون كبيرة وممتدة في عين أفراد المجتمع. كبرها، صغرها، جودتها، بهتانها، اتضاحها، كل ده ليه علاقة بحجم الصورة الذهنية. المضمون، المعنى الخاص بيا كحملة، كل ما كنت واضح وقوي في إجراءاتي وقوي في أنشطتي وعندي إيمج اللي هي الصورة الذهنية، اللي جزء من خلال الصورة، يعني جزء من تكوين الصورة الذهنية هو شكل الفريق وخبراته، شكل اللبس بتاعنا. لو احنا عندنا مثلا يونيفورم او زي موحد، ده جزء من الصورة الذهنية. عندنا لوجو محترم للمبادرة بتاعتنا او الحملة بتاعتنا، جزء من الصورة الذهنية. البرزنتيشن او العرض التقديمي لمبادراتنا، جزء من الصورة الذهنية. شكلنا واحنا بنتكلم، جزء من الصورة الذهنية. البروشور او الفلاير او المطبوع الخاص بالحملة المجتمعية او الخاص بالمبادرة، جزء من الصورة الذهنية. ومن هنا بناخد ان احنا برضو زي ما في حجم في شكل، شكلنا عامل ازاي، الشكل الخارجي، الإطار الخارجي لينا. الانطباع دايما بيتاخد في البداية قبل ما نتكلم من الشكل. فإحنا لو ما كناش مهتمين بشكلنا وشكل مبادرتنا والصور بتاعتنا بتكون عاملة إزاي وهكذا، إحنا مش هنعرف نوصل رسالتنا أصلا للمجتمع أو لأفراد مجتمعنا. الموقع، هل إحنا مستهدفين فين أو مين في أي مكان عشان نوصل الصورة بتاعتنا أو نوصل صوتنا أو مبادرتنا ليه؟ وده كمان بيحدد من خلال يعني الحالة النفسية لينا والحالة النفسية لأفراد المكان أو أفراد المجتمع اللي احنا مستهدفينه. وهل المجتمع ده هيقبل شكلنا أو هيقبل مبادرتنا وشكلها ولا لا؟ يعني مهم جدا اني لما اجي استهدف مجتمع ابقى عارفة عاداته وتقاليده. يعني لو مجتمع بيرفض مثلا الاختلاط، فما ينفعش يكون الصورة الذهنية اللي اسيبها في المجتمع ده ان الاختلاط ده شيء عادي. اما المجتمع اصلا بيرفض الاختلاط، فازاي انا هسيب
انطباع ان الاختلاط ده شيء عادي، وان احنا open minded، واننا ما عندناش اي مشكلة. هو مجتمع منغلق، او هو مجتمع بيرفض الاختلاط، او شايف ان الاختلاط ده شيء غلط ايا كان هو بقى. احنا في قناعاتنا شايفينه غلط ولا لا؟ يعني وارد جدا ان احنا نكون شايفينه عادي. انا بشتغل مع كل الناس. بتشتغل مع كل الناس، بس المجتمع ده بالذات اللي انت مستهدفه عشان تنفذ فيه المبادرة او الحملة المجتمعية هو رافض ده. وبالتالي ما ينفعش تسيب صورة ذهنية في هذا المجتمع ان الاختلاط عندك عادي، لان بالتالي مبادرتك هتفشل او حملتك هتفشل وهكذا. الحركة، دلالات الحركة، سواء كانت الحركة في تنفيذ الأنشطة أو تنفيذ الأفكار أو عرض الأفكار، أو الحركة ما بيننا وما بين بعض أثناء التواصل مثلا مع الفئات المستهدفة، لازم ده يكون مناسب للمجتمع أو مناسب للفئة بتاعتي اللي أنا مستهدفاها من المبادرة أو الحملة اللي أنا بعملها. فبالتالي حركة الأشخاص هنا هي اللي هتقول الناس دي مناسبة للمجتمع وهتوصل اللي هي عايزاه، هتوصل رسالتها بصح، ولا المجتمع هيديهم ظهرهم ومش هيتكلم معاهم أو مش هيتعامل معاهم. ده مهم جدا. طيب هنا هنتكلم أكتر عن تعريف الصورة الذهنية. هي عبارة عن التصورات اللي زي ما اتكلمنا ان هي تصورات بيحملها افراد المجتمع عن العالم اللي حوله او اللي حواليه بمكونات مختلفة. الصورة الذهنية دي نتاج طبيعي لمجموعة خبرات الافراد، سواء التفاعلات الاتصالية او التغيير او صعوبة او بمعنى اصح التواصل مع الاشخاص. يعتمد على رسوخ الصورة الذهنية لدى الجمهور، ويمكن القول أن الصورة الذهنية هي الخريطة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يفهم ويدرك ويفسر الأشياء. يعني ببساطة شديدة، خلينا يعني زي ما بيقولوا كده أختصر لكم كل هذا التعريف في بعض الجمل أو الكلمات البسيطة. الصورة الذهنية هو الانطباع الشخصي اللي بسيبه في المجتمع، انطباعه عن اسلوبي، انطباعه عن رسالتي المجتمعيه او رساله مبادرتي او حملتي، انطباعه عن شكلي، انطباعه عن عاداتي وتقاليدي، انطباعه عن افكاري. كل دي صوره ذهنيه انا بسيبها. انطباعه عن مدى جوده عملي، هل ما جوده العمل جزء من الصوره الذهنيه؟ شكلي جزء من الصوره الذهنيه. عاداتي وتقاليدي واسلوبي في الحوار واسلوبي في التعامل جزء من الصوره الذهنيه. ولذلك في بعض الاماكن او في بعض المنظمات بتفقد صورتها الذهنيه بسبب عده يعني تحديات او عده مشاكل بتقوم بيها، وبالتالي هي الصوره الذهنيه عندها بتنخفض. لكن المفترض ان الصوره الذهنيه هو الانطباع، أنا شكلي إيه في المجتمع، أو بمعنى أصح السمعة اللي أنا بسيبها. أنا شخص كويس، شخص كواليفايد، المبادرة دي سابت أثر ولا لأ، الناس دي كويسة ولا لأ، قدروا إن هم يقدموا خدمة ويقدموا نشاط مجتمعي محترم ولا لأ، هم بيحترموا عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع ولا لأ، هم عندهم القدرة على التخطيط والإدارة والتنظيم للفعاليات، وهم عندهم القدرة على تصميم الأيقونة بتاعتهم اللي هي بتبقى شاملة اللوجو والهوية البصرية والفلايرز بتاعتهم والأفلام والفيديوهات الخاصة بالتوعية ولا لأ. ده كله بيبقى اسمه صورة ذهنية. طيب خليني أكلمكم على التحديات اللي بتواجه بناء الصورة الذهنية في البداية. أول تحدي طبعا هو عدم معرفة المجتمع بيك. يعني المجتمع ما يعرفكش، أنت حملة مجتمعية أو مبادرة مجموعة شباب بيقوموا بيها أو مجموعة متطوعين بيقوموا بيها أو منظمة بتقوم بيها، والمجتمع لسه مش عارف عنك حاجة.
نفترض ذلك يعني، فده ده رقم واحد. طيب المجتمع عارفك، دي بقى ان انت بدأت تكون عنده او اوريدي كونت صورة ذهنية، بس هل الصورة الذهنية دي ايجابية ولا سلبية؟ يعني لو احنا اتكلمنا على ان تاني تحدي هو ان انت بالفعل سايب صورة ذهنية عند المجتمع، بس وارد جدا بنسبة كبيرة ان المجتمع يكون شايفك سلبي او شايف صورة ذهنية سلبية عنك، انك مثلا ما بتخدمش المجتمع بشكل كافي، ان مش عندك أنشطة كافية، انك ما بتقدمش مساعدات إنسانية لأفراد المجتمع المحتاجين، ان حصلت مشكلة مثلا في الكهرباء او في الصرف الصحي او في الزراعة، وبدورك انت ما قمتش بدورك ولكن آخرين هم اللي قاموا بدورك، كل ده انطباع سيء او صورة ذهنية سيئة بتسيبها. الشق الثالث والتحدي الثالث ان انت يكون عندك فريق، ما كنتش عندك فريق علاقات عامة اصلا، فاوريدي لو انت ما عندكش فريق علاقات عامة فانت اصلا مش هتعرف تبني صورة ذهنية او مش مهتم ببناء قدرات فريق العلاقات العامة، فبالتالي هو اللي هيتسبب لك في مشاكل وانه يسيب صورة ذهنية سلبية عند المجتمع تجاهك. المشكلات اللي ممكن يعني زي ما بيقولوا كده تواجه تحسين الصورة الذهنية عند المجتمع، هو إن المجتمع يكون رفضك رفض بات، دي مشكلة كبيرة، إنك تكون مش قادر أو ما عندكش القدرة أو مش معترف بإن لازم يحصل تطوير وتحسين في المهارات الداخلية لفريق العمل سواء كان فريق مبادرة أو حملة مجتمعية، وبالتالي انت فعلا هتفقد الصورة الذهنية الإيجابية ليك في المجتمع، أو إنك تكون ناكر أصلا لفكرة إن الناس مش حابة وجودك، لا 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 احنا بنشتغل واحنا تمام وكل اللي يهمك بس إن انت بتشتغل أو بتعمل نشاط أو بتنفذ نشاط أيا كان ناتج النشاط ده إيه، المهم إنك تنفذ نشاط عشان انت مهتم بالممول أو المانح أو الجهة المتبرعة ليك، دي كارثة في حد ذاتها، مش بس مشكلة إنك ما تهتمش برأي المجتمع وانطباعاته عنك، دي مشكلة، إنك ما تتطورش دي مشكلة، إن يبقى في مجموعة من المبادرات المستحدثة عليك أو الفرق الأخرى أو المنظمات الأخرى اللي الحديثة، فالفرق دي يعني تسبقك وتحقق أثر إيجابي أكتر في المجتمع منك، وبالتالي انت صورتك الذهنية ما بقتش موجودة أصلا، مش بس كمان بقيت سيئة أو سلبية، لا هي ما بقتش موجودة لأن في ناس تانية جت بعدك. مهم جدا إني أعالج الصورة يعني مشاكل الصورة الذهنية وتحدياتها من خلال التطوير الدائم، من خلال إن يكون عندي فريق بيشتغل على العلاقات العامة بشكل دائم وبشكل احترافي، من خلال التأهيل، من خلال التدريب، من خلال قياس الأثر واستطلاعات الرأي والاستبيانات من الأفراد المجتمع، من خلال دراسة احتياجات، من خلال دراسات تقييمية للعمل الداخلي الخاص بيا وهكذا. طيب خلينا نتكلم عن تطوير الصورة الذهنية بيتم إزاي؟ بيتم أولاً إن يكون عندي بشكل دائم إني أحاول أعين أشخاص جدد في مجال العلاقات العامة، حتى لو أنا عندي ناس بس يكون معايا أشخاص تانيين يعني أو أفراد جدد. التدريبات بشكل مستمر، تصميم الفعاليات بشكل شهري أو تنفيذ فعاليات وأحداث وأنشطة بشكل شهري، التوثيق، التوثيق سواء كان توثيق صور أو توثيق فيديوهات وأفلام أو توثيق كتاب، ده مهم جدا. اللوجو، ثبات اللوجو أو ثبات الشعار ده، وإن يكون شعار أتراكتيف أو شعار مصمم بشكل احترافي، ده من ضمن تحسين الصورة الذهنية. تقديم الأنشطة المبتكرة من ضمن تحسين الصورة وتطوير الصورة الذهنية،
تقديم ما يحتاجه أو سد احتياجات المجتمع، ده بيساهم في تحسين الصورة الذهنية وبيثبتها. الثبات والحفاظ على الصورة الذهنية هما 3 حاجات. أول حاجة هو تلبية احتياج المجتمع مما لا شك فيه. ثاني شيء هو أن يكون عندي يعني توثيق بشكل دائم. ثالث شيء أني أعترف بالخطأ، يعني لو حصل خطأ أو خلل في تنفيذ المبادرة أو في التواصل مع شخص ما أو في التواصل مع المجتمع أو أفراده أو الفئة المستهدفة، أعترف بيه وتدخل للمعالجة فورا. مش أقول لا 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 ما حصلش حاجة ويلا يا جماعة احنا هنعدي، مش ما ينفعش أعمل جامبت أو أعمل عملية قفز أمام الخطأ أو قفز فوق الخطأ ومعالجوش. فده بيتم يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتسبب في عدم ثبات وحفاظ يعني الصورة الذهنية. احنا اتكلمنا كده خلال الدورة عن الحملات المجتمعية وتصميم المبادرات، واتكلمنا عن حملات كسب التأييد والمناصرة، ان احنا وقلنا ان هي عمليات كسب التأييد والمناصرة هي عملية النداء وتلبية احتياج المجتمع. اتكلمنا كمان عن ان المبادرات المجتمعية هي مجموعة أنشطة بتساهم في تطوير وسد احتياجات المجتمع وتقديم حلول لمشاكل مجتمعية بيتم رصدها من خلال دراسة احتياجات. اتكلمنا عن التسويق وجذب التمويل وبناء العلاقات مع الممولين وأدوات التمويل المختلفة من خلال منصات التمويل الجماعي أو الكراود فاندنج أو التواصل مع جهات منحة أو جذب متبرعين أفراد أو يعني التواصل مع السي اس ار أو ما يقال عليها المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص. والنهاردة اتكلمنا عن العلاقات العامة وبناء الصورة الذهنية للحملات المجتمعية والمبادرات التطوعية داخل المجتمعات المستهدفة. شكرا لكم، وأتمنى أني أكون فدتكم ولو بشيء بسيط من المعلومات، وعلى أمل إن شاء الله بإذن الله إن احنا نعمل فعاليات ودورات ومحاضرات أخرى خلال الفترة القادمة إن شاء الله. حياكم الله دكتوره، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. طبعا بنذكر الاخوه المشتركين اللي بيحب يسال الدكتوره اروى اي سؤال، اما عن طريق الشات او سوف نفتح له المجال الصوتي. تمام، أنا في انتظاركم. تفضل يا كرام، المجال الصوتي مفتوح للجميع، اللي بيحب يسال الدكتوره اروى فقط عليه يفتح المايك من طرفه ويعرف عن نفسه ويوجه سؤاله أو مداخلته للدكتورة أروى. دكتورة، في سؤال: ما هي أفضل الممارسات في تفضل. استخدام العلاقات العامة لبناء شراكات قوية مع أفراد المجتمع المدني؟ ممكن تاني سؤال؟ ما هي أفضل الممارسات في استخدام العلاقات العامة لبناء شراكات قوية مع أفراد المجتمع المدني؟ طبعاً والمنظمات عن طريق الحملات. المصداقية جزء من الممارسة، دي أول حاجة إن يكون عندي مصداقية في العمل اللي أنا بقدمه. الشق الثاني، العمل لابد أن يكون مخطط، يعني ملف مخطط له بعناية، مصاغ بعناية، بيخدم على أهداف الجهات المنحة. يعني وليكن مثلا أنا عندي مبادرة صحية، فلو جهة منحة بتهتم بالتعليم او بالعمل مع اللاجئين، اعتقد ان الصحه هتكون بعيده عنه، عكس ما انا اوجه الملف الصحي او المبادره الصحيه لجهه مانحه
زي اليونيسف مثلا وهي عندها برامج صحيه، او اليو ان دي بي عندها برامج صحيه، او صندوق الامم المتحده للسكان عنده برامج صحيه خاصه الصحه الانجابيه. فالمفترض ان انا لما بكتب او بصيغ الملف طبعا بصيغه باحترافيه وببقى عارفه انا موجهاه لمين. النقطه الثالثه وهي العرض او البرزنتيشن لازم يكون شامل الكاباسيتي، او زي ما بيقال عليها القدرات او الخبرات الخاصه بيا في المجال ده. يعني ما ينفعش اكون مقدمه مبادره او يعني مقدمه فكره مبادره لجهه منحه وانا ما عنديش خبره فيها او ما عنديش خبره في المجال اللي انا مقدمه فيه. هتيجي ازاي؟ يعني مش هتيجي، يعني الجهه المنحه نفسها هتخاف تديني فلوس، لان المفترض ان انا يكون عندي خبره في المجال ده. ممكن تكون الفكره جديده بس انا عندي خبره في المجال اللي انا مقدمه فيه الفكره، وهكذا. حياكم الله دكتورة. طبعا نذكر الأخوة المشتركين قبل أن ننهي المحاضرة، اللي لديه أي سؤال فليتفضل، المجال الصوتي مفتوح ومجال الكتابة مفتوح. دكتورة، في سؤال، هو سؤال أخير إن شاء الله تعالى. كيف يمكن لتقييم فعاليات استراتيجيات العلاقات العامة في حملة مجتمعية أن يساهم في تحسين وتعزيز نتائج هذه الحملة وتأثيرها على المجتمع؟ بالطبع من خلال تنفيذ الأنشطة، هل أنا نفذت الأنشطة بشكل كامل؟ هل المخطط من دعوة محاضرين مثلا تم؟ هل التعاون مع الشراكات الفنية والجهات تم؟ لأن المسؤول عن جزء بناء الشراكات وعقد البروتوكولات هي العلاقات العامة. فلو أنا مثلا مخطط داخل المبادرة أو الحملة اني اقيم شراكات مع مثلا عده جهات، وليكن مثلا 5 جهات، في منها حكومي ومنها خاص منها مجتمع مدني، لو انا قدرت ان انا اقيم ذلك يبقى انا فعلا يعني قمت، يعني العلاقات العامه قامت بدورها، كان دورها ايجابي فتقييمها هيكون ايجابي. انما لو ما قمتش بالدور ده او حصل خلل، اذا كان في مشكله. فاحنا لو احنا بنتكلم على التقييم، في اول حاجه في التقييم هو انا نفذت النشاط ولا لا، ما تم التخطيط ليه، تم تنفيذه ام لم يتم تنفيذه. كذلك فيما بعد انتهاء الفاعليه، هل قدرت احافظ على التواصل مع الجهات وقدرت ان انا افتح معاهم شراكات لمبادرات وحملات اخرى ولا لا؟ ده من ضمن أدوات التقييم أو من ضمن بنود التقييم. الحفاظ على فريق المتطوعين ده من ضمن بنود التقييم. هل أنا بعد انتهاء خلال مدة المبادرة حافظت على متطوعيني أو على العاملين أو على أفراد فريق المبادرة، ولا تم تغييرهم أكثر من مرة؟ لو تم تغييرهم أكثر من مرة هنا في خلل في العلاقات العامة. المخاطبات، هل تم رفض مخاطبات معينة وعدم تلبيتها ولا لا؟ يعني ده جزء منها. صياغة المخاطبات، هل في حد عقب أو قيم الصياغة بأن هي مثلا ركيكة أو أن هي غير احترافية؟ ده من ضمن بنود تقييم العلاقات العامة بمنظمات المجتمع المدني. حياكم الله دكتورة، الله يجزيك عنا وعن مسلمينك الخير. طبعا في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة أروى سامح محمد على ما أفاضت به وما أسرت به هذه الدورة، والتي هي بعنوان الحملات المجتمعية لدعم القضايا الحقوقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى لها السداد والرشاد في القول والعمل، وإن شاء الله نتطلع إلى المزيد من التعاون بمحاضرات وندوات أخرى. كما لا يسعنا إلا أن نشكر جميع الأخوة المشتركين والمشاركات في هذه الندوة، إن في شاء هذه الله. المحاضرة. دمتم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.